السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل رندر في سيملينك. طبعا هناخد رندر بسيط، وبعد كده في الدروس اللي جاية لما نبدأ نتعلم الانتراكتيف هندخل في حاجات افضل، يعني حاجات اعمق. طيب عندي هنا اللايبراري، بلا عندي 3 دي سينز، تقدر تحط مشهد كامل مجرد ان انت تسحب وتحط تلاقي في مشهد ظهر لك. على سبيل المثال مثلا هقول له ان انا عايز المشهد دوت داونلود، فبيبدأ يحمله. الباسورد 12 نجمة، يعني معاكم الباسورد اهو بالشكل دوت. طبعا ممكن ايه نيجي هنا زي ما انت شايف عندي هنا الروم دي، ممكن نعمل لها موف، هقول له ترانسفورم وراح نقلها المكان اللي انا عايزه. نقدر نيجي من هنا واقول له ان انا عايز سوليد فيو او عايز مثلا رير تايم بحيث تعمل الرندر بشكل اقوى. اول ما نحط اي ماتيريال تبدا تظهر معانا على طول بالشكل دوت. اهو الماتيريال موجود هنا، تقدر ان انت تحط الماتيريال. طيب الانفايرمنت انا عايز اعدل فيها، الانفيرومنت اهيت موجودة في السين براوزر، بنعلم عليها يبدأ يجيب لي الخصائص بتاعتها. مثلا عايز تعمل انيبل لل HDR او لا، الكلر عايز تعدل فيه. ولو جيت هنا في اللايبراري هتلاقي عندك ال HDR موجود هنا، تقدر ان انت تسحبها وتضيفها لي المشهد زي ما انت عايز. الاعتاد بتاعت الشمس برضو موجودة هنا، انيبل صن، وتقدر ان انت تتحكم في الزاوية بتاعتها والدايركشن بتاعتها وكل الامكانيات دي. وكذلك الاعداد بتاعت الجراوند والباك جراوند، ممكن تغير الخلفية بتاعت المشهد. عايز تعمل ريفليكشن للجراوند او عايز تعمل شادو للمشهد بتاعك. وتيجي هنا برضو هتلاقي الرندر عندك في الريل تايم، عندك فيكسد، عندك تصدرها تو فايل، عندك مالتيبل فريم، تقدر تصدر فريمات كتيرة، تقدر تعمل سان ستادي في باكج خاص بالديستريبيوت او الرندر. الانفيرومنت سيتنج اللي احنا كنا نشتغل عليها، الامج افكت، التأثيرات. والتأثيرات ديت اهي ممكن تقول له انا عايزها بلومينج، تقدر انت تعدل فيها الاتش، تقدر تعدل في الاتش، في الجري سكيل. ولو انت اخترت من هنا الريل تايم هتلاقي انها ظهرت لك اهيت في الجنب هنا، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. وهتلاقي برضو في بعض الاعدادات الخاصة بالرندر اريا، لو انت عايز جزء معين مش عايز كل حاجة فول فيو، ممكن تقول له اعمل بيوز، وقف مؤقتا الرندر او كمل او وقف خالص ستوب ريندر. دي امكانيات لو انت مثلا حاسس ان لا في تعديل لازم تعملها قبل ما هو يكمل في موضوع الريندر، فتقول لا وقف الريندر دلوقتي. طيب خلينا نيجي عند الريندر ونقول له اوتبوت سيتنج، الاعداد بتاع التصدير، هل انت عايز تصدرها على جي بي جي او بي ان جي او اتش دي ار ايمج، السايز بتاعتها، الحجم بتاعها، في زي ما انت شايف 6000 ل 3000، الكاستم سايز لو انت عايز تعمل حاجة مخصصة ما تراعيش النسبة بين الطول والعرض. الاسم هيبقى عامل ازاي، هو سيم لاب، وبعد كده تكتب الاسم اللي انت عايزه، الفولدر اللي هتصدر فيه، لو انت عايز تحط ووتر مارك صورة معينة او لوكيشن او ووتر مارك كفرج من ايه من سنة كام سنة كام. فدي كلها اعدادات مفيدة جدا لما تيجي تعمل ريندر.